فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم من توجه إلى مكة ولم يكن مريدا للحج والعمرة، فهل يلزمه الإحرام؟ لا، من أراد الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحج أو العمرة، فدل على أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة لا يلزمه إحرام. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.